وننسى الزعل باكا وننسى ماضي. فقد قامت عمادة المحد بتأهيل ساحتين بمساحة 5700 مربع، وهي استكمالا لما بدأناه قبل فترة من حملة الإعمار الكبرى التي انطلقت قبل عدة سنوات. ومن أبرز هذه المعالم هي نافورة راقصة بمساحة 200 متر مربع، ومسرح مدرج بطول 30 متر ممكن استثماره لممارسة نشاطات طلابية واللا طلابية والتقاط صور التخرج لطلبتنا الأعزاء. احتفالية لافتتاح ساحة الاحتفالات الكبرى بالمحد، وكذلك النافورة الراقصة المتحركة، وهذا الإعمار يأتي دعما لطلبتنا الأعزاء في المحد التقني. مشكورة جهود السيد عميد المحد التقني، وأيضا الشكر والتقدير والامتنان لكل من يساهم في إعمار العراق. تفتتح اليوم ساحة الاحتفالات الكبرى التي تم إنشاؤها من قبل الجهد الهندسي في المحد التقني العمارة، وأيضا افتتاح النافورة العملاقة المتحركة. نساهم ونشارك مع طلبتنا الأعزاء وعمادة المحد الفني التقني في هذه الاحتفالية، وبالتالي نحن نعمل من أجل الارتقاء بالفن الحقيقي. كونه رمز للاحتفالات، ووفر علينا هواي أشياء، منها الاحتفال كان خارج المحد في الحدائق الخارجية والأماكن الخارجية، حاليا راح يكون الاحتفال داخل الحرم الجامعي. العرب سمعت والوقت دوار.